الرحيم. يا اهلا وسهلا، كيف حالكم يا جماعه الخير؟ ان شاء الله طيبين ومبسوطين. وفي تكملتنا للعبه ليتل نايت مير، بعد ما شفنا الصياد، بعد ما شفنا المدرسه غريبه الاطوار ام رقبه طويله، او الابله ام رقبه طويله، الان نكمل ونشوف ايش يا ربي مخبيه لنا اللعبه هذه اكثر من اللي احنا شفناه. طبعا قبل لا نبدا يا جماعه الخير، سووا الاشتراك اللايك ولا من هذا كله طبعا النشر. خلونا نبدا نستمتع يا جماعه في لعبه ليتل نايت مير. الله على المنظر يا جماعه، الله على المنظر. بس عشان يوروك قد ايش حجم المدينه ومشقوقه، تحسها من النص، يعني واضح انه رايحين لمكان جدا مختلف. يا ساتر يا المطر، والله الرجال هذا شوف اختفى في مكانه. اعوذ بالله. اوكي، يعني حنسحبها على كده. لازم تساعدني. حلو، حنرجعها قدام عشان نطلع فوقها. اوكي، اتوقع كده جاهزه. يلا يلا يلا، تعالي. ما ادري تعال ولا تعالي، ماني عارف. تعال، ايش هذا؟ اوكي اوكي اوكي، هوسه. ايش هذا الاصفر؟ ما يمديني اشيله. لا لا، يعني احداث اللعبه قبل هذه 6. هذا البنت معقولة هي نفسها؟ بحاول استوعب يا جماعة، والله تحمست ابغى اشوف ايش في قدام على كذا. ما في اصلا الا من هنا. طب هذه لازم الا كذا. والله صدمة يا جماعة الخير، انا ماني قادر اصدق انه هذه بنتنا. هذه معقولة كان ماسكها الصياد؟ هي هذه 6. طيب على كذا انا شخصيتي ايش انتهى؟ ايش صار فيه؟ لا لا لا، والله كثير، والله كثير يا جماعة، راسي صار يحكني. ايش ده؟ والله دام انه في سرير فماد، هذا ولا ايش هذا؟ فرش؟ معقول هذا مستشفى يكون؟ والله هذا مستشفى اللي باين. الله يستر، مستشفى مرة واحدة، يعني حيكون فيها شغل مرعب. أتوقع أسوأ من أكثر، يعني رعب أكثر من أي مكان مضى. أوه، ذكرنا بالعجوز. ميتة، ذكرني بالعجوز اللي في الجوال لما لعبت برضه. دفي دفي معاي، دفي. وي بغيت اودع. يعني واضح حننط على السرير. اوف 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 اوف، وش بدي صارت كذا؟ يلا انا وراك. واو، شد اعصاب. ايش هذا؟ طيب وصلنا تقريبا للمكان اللي بحط فيه النور. مت. اعتقد المفروض نمسك في هذه. تعالي بسرعه. الحمد لله خشينا. اعتقد هذا الصوت لحاله حيجيب لنا ناس. بس عاد ايش الوحش الجديد الجاي؟ اوه كشاف. شفته من اول في يد التحكم لما كان دخلت على اليد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. في دم، ذكرني بنفس الجزء الاول لما يطلعوا لك اليرقات هذولاك. طيب انا ماني عارف، هذا واضح كانه غرفة طوارئ او كانوا حاطين الاسرة هنا. سمعت الصوت؟
بسم الله. هذا اللي تمسكه، ما ادري ايش هرجتهم ذولا. ايش حقه البول السره شاش كثير مقص. الى الان انا ماني شايف شيء، بس الصور غريبه، الوضع مرعب. في صوت شيء زي المفتاح، ترى انا من اول قاعد اسمعه. اوكي هذا باب مسدود، معناته طريقنا حيكون من هنا. طب هذا المستشفى ايش هرجته؟ شوف هذا الدم، اعتقد دم. يمكن في احد هنا، خلينا نقفل النور. ايش هذا؟ علبة الماكينة حقت العصيرات. في صوت يخوف جاي من ذيك الجهة، شكله في لغز هنا. اقدر اجيب عشان اضربها الزر، اتوقع هذا المقصد. ايوه من هنا شايفه. في واحد. ثاني مرة برجع اتحكم فيه. ثاني مرة شوف الناس، هذولا ناس ولا ايش هم هذولا؟ اجساد بدون روس. الضار اني ارجع انا اتحكم فيه زي اول. مني كان هذا ولا اوكي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. طب لازم نفتح اللون ابيض، تعرف انه امورك طيبة. كمان ثالثة كذا اتوقع. رجعنا لنفس المكان اللي بدت فيه اللعبة. هل حتظبط دحين ولا حتنقذني البنت زي ما انقذتني اول؟ وفك الباب، ماني عارف ايش يصير. اول فكيت الباب بديت في الغابة، فماني عارف دحين ايش حيصير. سحبتني البنت ثاني مرة اللي هي 6، نفس اللبس. ايش فيه؟ انا ماني فاهم. اوكي 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 يا ساتر، ايش ذا المكان؟ طيب في طريق تحت وفي طريق فوق. شوف هنا، هنا واضح انه في ازرار ناقصتنا. هذول كلهم مني كان، ما هم شخص. ناقصتنا ثلاثة. طيب وهنا ايش في؟ هنا مقفل. طيب خلينا نشوف هنا ايش في. غرفة اشعة. المفتاح جوا الدبدوب لو لاحظتوا الاشعة. طب اقدر اصورك؟ خش هنا. دخلت عندي. اوكي قدرت ادخلها جوا واتاكد انها عدمية زيي. طيب هنا في شخابيط، وشوفوا كيف في وحش معلق في السقف. هذا انا شفته برضو في الكوميك، واحد من الدببة هذولا في اللي هو المفتاح. هي جابت تشوف دب معاها برضو، مدري عروسة. القرد. خلينا نشوف هو ده. هذا طلع فيه المفتاح. يمكن في مكان هنا ولا شيء. وين بيودينا هذا؟ مشرحة. ودانا محل مشرحة، يعني ممكن نحصل لنا سكين ساطور. والله جثث هنا وحوسة. دقيقة. يعني حنحرق الجثة شو اسمه الدبدوب. بس لا ترمين. دقيقة لا تسوين شيء. اوف شوف يد، عشان بعدين اجي اخذ المفتاح. اوكي بس القرد ما ادري ايش جوته. القرد ما ادري ليش هي جايبته. هذا اللي يصفق. خلينا نشوف.
طب والقرد ليش رمته هنا؟ ماني محصل شيء للقرد. ايوه هنا عاد ايش بيفك الله اعلم. والله هنا اماكن حق ايادي وسيقان صناعية. بسم الله رجال هذا كانوا يركبوا عليه. اوكي معقولة ما في وحش هنا بيطاردنا في المكان ده؟ بسم الله شوفوا كيف مخزن حق ايادي و يبغى يشيل حاجة. تصدقوا كان يبغى يشيل شيء من فوق. الدبدوب بطة هذه مدري شرجتها. خلينا نشوف هذا اقدر اشي دفو. ما اقدر. غريب مو تحسوا مرة كثير في مستشفى؟ تقريبا المستشفى كله ساير حالة يعني احسوا بس مركزين على الايادي ولا الاشياء هذه. ايوه يرفع يدك انت هات يدك. هنا دخلنا برضو كمان مستودع. اوف هذا ممسوك. معقولة في احد بيتحرك فيهم؟ والله شوف النور حاطينه على الجثة هذه. شكله والله بيتحرك ويلحقنا هذه الجثة. اوه ويد يد في يد تتحرك. وي 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 اوف زي الإيليانز تمسك في الوجه. وجع. هي يد حية اصلا. والله والله طلعت وراي. والله وي 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 والله تلحقني. اختفت 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 يا جماعة اختفت. أسوأ شيء. أوه جايني من فوق. جايتني من فوق اليد. ووو هي من هنا من هنا. والله علقت أول. طيب أوكي قاعد اتحارب معاه. تعال ابلع بكسرك والله لعورك. شرد ايوه نط نط ايوه هيا ابلع. ابلع ابلع وجع طريقي. من هنا خليني بس اخذ هذه اللي هي اللمبه. شوفوا شوفوا الرسمه الغريبه هذه يا اخي. كل شيء غريب في اللعبه اصلا. اوكي نشوف. اعتقد حنسحب هذا وأكسر القزاز شكله. خلينا نجيب الشاكوش. أوكي جبنا الشاكوش. الله 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 الله. أيوة. يلا. من فين جيت أنا؟ بنت. تعالي. ايه ايش تسوي دي؟ وش ذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هذا اول على قولتهم مفتاح جبناه. هذا من فين جاء؟
طب ليه مو راضي يشيله؟ هذا من فين جاء اصلا؟ دام انه شكله اللعبه معلقه في باب، افتكر ينفك بلمبه واحده، فراح نسحب اللمبه هذه واحطها في الباب ابو لمبه. شكله المفروض ما تطلع اللمبه وعلقت. ايش هذا حبش؟ شوف علاج قدام الناس كان يعالج احد. ما ادري ايش بنحصل يا جماعه. نقدر نجيب واحده. اوف، اعدام بالكرسي الكهربائي. اه من هنا. يلا طيب، بسم الله. اجل معناته شكله اللي هنا اللي يتحركوا ذول الصناعيين. الله يستر. اتحرك. الظاهر النور لو طفى. لا تتحرك، خليك واقف. معناته في الظلام. اوكي. الله يستر. معناته ذول المركبين يتحركوا بس في الظلام. يعني زي ذا الحين احتمال يلاحقني. اوه، شايفين كيف كثيرين؟ برضو كمان لسه من جماعتهم. كلهم من كانت طريق، للأسف باين انه من بينهم من كان. وفي قدامي في باب هناك كأنه مكسور، بس لازم اضمن انه هذول ما يتحركوا. شوفوا من كان كبير بس غريبة ما يتحرك، الحمد لله. بس ما اعتقد الوضع حيكون كذا مستمر، اكيد انهم حيتحركوا في وقت ما. والله كثير، المستشفى كله من كان. قايل لكم مو طبيعي المستشفى من اول. احس اصلا المكان يوه. ليه أشرت عليه؟ هاي. وقف. وقف. واو، طيب من فين طريق؟ من هنا اطلع. في صوت يا جماعة، انا داخل في التهوية بس في صوت. مستشفى غريب. هذا العين ايش هرجتها؟ انا الماسونية دي. معقولة المستشفى ذا طول بعرض بس حاطين اللي هو المنيكان؟ طب الاكل هذا لمين؟ وي 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 وي. طب خلينا نبعد عنه. ترد رجلك. لا 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 لا. ووو، كانوا بريزنت ايفل. وخروا عني، وخروا. لا، النور عليه. والله النور عليه يا جماعة. لا واكلوا كمان، ما ادري ايش ياكل بالله. ايوه شردنا. لا لا لا، خلي النور زي ما هو. يا الله، اطلع سريع، اطلع. ايوه شردنا. دقيقه،
هذا حمام. الله يستر، هذا يمكن النور يشغل لي النور حق الحمام. واو الحمد لله، والله صابون في كل مكان. هذا في شيء تقدر تسحب، بشوف هنا ايش فيه. دقيقة، طب هنا في طريق وهنا ايش فيه؟ طيب يعني في فتحة تهوية، وفي عندنا كمان هنا طريق، يعني انا اقدر ارمي هذا. هذا كمان طريق. اعتقد ندف العربية واطلع فوق العروس. صح؟ انا هذا اللي جاب بالي انه ما يمدينا، معناته شكله نجيب نخش فتحة التهوية، يبي نشوف فين حتودينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ذكرتني بالارت، بالصور اللي كنا نشوفها في الجزء الاول لما تكون تنظف ناس. بس هذا ما ادري ايش مسوين بالرجال، قالبينه مصارين و... يو يا الدبان، شوف مصارين وكيف. طيب هذا وليش حاطينه في غرفة سرية كذا و... اعوذ بالله اعوذ بالله. ايه عرفت شكل، تطفي النور تخليهم يتحركوا، بعدين اشغل النور بعد ما يقوم من على الكرسي. ايه شايفين شايفين شايفين، وقف 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 وقف. ايه طفيت النور شغلته عشان يقوم من على الكرسي، سوالي زحمه. دحين ادف الكرسي اقدر وانا مرتاح، لانه ذا الطريق الوحيد اللي مفتوح، هذاك مو مفتوح. اوكي اوكي اوكي، دحين اتوقع المفروض نوصل. لا لا، كنت متوقع انه حنوصل عند بنتنا، بس باين انه هذا تحرك، نحط عليه النور، وهذا كمان تحرك. وي 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 وي، خلي 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 خلي، وقف وقف. شرط انا المفروض اني اسحبهم واجيبهم من ورا العمود. ايوه ثابتين ثابتين ثابتين. والله بركة اني عرفت. ايوه هو هو هو. واو هذا الكرسي الكهربائي. والله ما ادري ايش الفائدة اني ارمي الكور. عرفت ايش الفائدة. اوكي اوكي اوكي، فمعناته انا لازم اسحب. اوكي ولعنا الكهرباء، ضربت معناته ممكن تنطفي. لا ما انطفت الكهرباء، والله كنت خايف انها تنطفي وتورط انا معاهم. امسكي، هيا فك الباب،
انا ماسك النور الحين. ارسلت الفيش للبنت 6 على اساس انها تحط ايش. اوكي بس احنا لازم ناخذ الوصله هذه ترى ما تقعد. خلاص قفلنا. يلا يلا مشينا. لو تسوين خير فيا وتفكين ال القطعه ذي والله اكون لك من الشاكرين. ايوه شكرا. فاهمه. رهيب رهيب اللعبه، حتى الذكاء الاصطناعي مره ممتاز، متفاعل معاك وفاهم انت ايش تبغى وايش تحتاج. يلا حطيت انا واحده، تعالي حط الثاني كذا نكون خلصنا. نجيب المصعد. يلا مشينا. عاد ما ادري فين بنروح. واضح انه داخلين مره مكان تحت الارض. معايا النور. الدنيا مظلمه، سيب ظلام. شوف الرجول دول، المفروض ناس ميت. عاد ما ادري اذا كانوا. لا اله الا الله يا الرعب. هذول عاد ما ادري اذا ناس ولا دمى. دمى في شيء يتحرك. صوت بنت تبكي. في صوت واحد ورب صوت واحد. تعالي تعالي تعالي. والله ما ادري فين رايحين. الله يستر. مكان كله دمى، فوق بعض الدمى. الوضع زاد عن حده يا جماعة. أنا ماني خايف دم. أوه. ما أدري إيش اللي بيغى يطلع. لا طلعت لي يد ما أدري من فين. باليد هذه تطلع الملقوفة. أمسك. ها من فين يبغى يجي؟ ايوه لا ابلع ابلع. تعال ايش ذا كمان يد ثانيه. ضربته. وخر عني وخر. البنت صارت قوية، صارت تفك لحالها الباب. كيف ايوه هيا فكس. لا من فين طلعت اليد؟ شفتها شردت. يا الله يعيدونا من الاول يا جماعه. والله شيء يقهر. باقي له ضربه باقي له ضربه باقي له ضربه. ايوه ابلع وجع داشوا. يلا 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 بسرعه. بسم الله. سامعين الصوت؟ هذول الوجيه حقت الاوادم اللي في الجزء. شوف هذا وجهه كيف مبتسم. قال لك ابو ابتسامتك. والله منتو منتو يا جماعه. الله الله يعز المنتو. بس اشتهيت المنتو. بس هذا يسد النفس. اذاني ووجيه ركبوا. انا ما ادري ايش مشكلتهم في الوجيه، كلهم جعدوا. في شيء كبير هنا شكله. هذا اللي شفناه اول، اللي شفته في الكوميك. وش ذا؟ الرحيم ايش سووا فيك يا ابني؟ ايش ذا؟ خلع راس عروسة. تعال 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 تعالي.
الظاهر هذا اللي قاعد يركب العرايس. والله شافني، والله ما ادري كيف عكس الجاذبيه يا اخي. افكار اللي سووا اللعبه دول غريبين اطوار والله. ساكتين على الحل. والله على بالي بيرفع السرير. لابس لبس دكتور ابيض وانا احسبه لحم، بس برضه لحمه كثير. مو منتبه مو منتبه. هنا هنا. طب هذا كيف؟ لازم نرمي شيء. شوف هناك الاشياء، لو بنرمي حاجه معناته لازم الله يعين ندخل عشان ناخذ راس القرد ولا ناخذ اي شيء من هذيك الاشياء اللي هنا. مره مصدق عمره دكتور، هذيك مصدقه نفسها مدرسه على صنم، وهذا مصدق نفسه دكتور على صنم برضه. اطمن على حاله المرضى، مرضى الزمن. هي دحين فرصتي اخذ. ما عليك، طيب طيب طيب، هو طيب. طب بس رخي كيف يمسك العرايس ويتأكد من الراس، مع انه ما في راس اصلا، عنده من الرقبة. لو يشم يشم الله يقرف، ويشم يشم الوسخ. خليه يروح الجهة الثانية. ايوه انا هو بيحسب في احد فك الباب وراح. هذا هو الدكتور، دكتور الزمن. ما في احد ما في احد. الباب كهرباء زايده ولا اي شيء. طب وليه ربي محملك تمشي كذا فوق انت؟ يعني ليه ما تمشي تحت زي الاوادم؟ يلا يلا. شكله من هنا نطلع صح. يلا يلا. لازم كذا. يلا اوكي. يلا يلا روح انت قبلي وانا بعد. اوكي وي 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 وي. خل السقف من وزنه. طيب ايش الهرجة هنا؟ انا حاسس انه بتخلخل الدنيا. مفروض انه ننزل من هذا الجهة. طيب نزلنا على الجثث وباين هذا كذا مكان يبالنا مفتاح. ماني عارف، يمكن في شيء هنا. خلينا نشوف في الثلاجات حقتهم. مدري. اوف اوف اوف، هذه جثث حقيقية. شوف الدليل الدبان. ما اقدر ادف الباب، يمكن نروح للجهة الثانية. تعالي من هنا. ايوه تسحب هذا. ياه جوة الجثث. وهي دفتني. اوكي اوكي انا ما اقدر اجيبها، بس انا خايف يجي ذا الاهبل. ندور على مفتاح. وين بنحصل مفتاح في الغرفة ذي الثلاجة؟ هذا غرفة تشريح. شوفوا الكلى والكبد و... طب كيف حطلع فوق؟ خلينا نسحب ذي الجثة نشوف يمكن يطلع لنا شيء، او انه نطلع عليه. شوف الرجول انت كيف. يا الله يا اننا لعبنا في الجثث. دكتور فاشل. اوكي الى الان الامور ماشي طيبه، بس ما ادري، حاسس بشيل المفتاح وبيجي. ما حد جاء.
غريبة. اسحبيني. يلا يلا تعالي. يلا دفي. اوف. غرفة جثة زيادة. تعالي من هنا نطلع من الدواليب هذه على الدراج. بعدين تيجي زي كذا. بعدين كذا. حلو. وي وي جا جا. ايش قاعد يسوي هنا؟ يبغى لنا مفتاح. ما ادري ايش يسوي، كأنه يدهك في الكثة. معقول؟ دكتور جثث ذا. لا ويغسل يده. والله اول مرة ادري انك نظيف. شوفوا القطعة اللي يبغاها هناك. ايوه طالع الدمى بس. ايوه اوف منشار. ايوه يقعد يقطع. طب انا كيف حروح هنا؟ يلا تعال تعال. طلعيني طلعيني. اوكي في واحد حي. في واحد حي يا جماعة. كيف؟ عاد لا تسألوني. في واحد حي. في واحد حي. شو شايفين جثته؟ بعدين او نحقطع عنه الكهرباء وهو حيموت. شايفين؟ ما بيحاول يقومه. احنا لازم ايش؟ تعالي تعالي بسرعة. ابغى اخذ النور. ايوه اخذنا. شفت قلت تلعب باليد. حيتجننوا يا جماعة. يلا يلا شردنا شردنا. يلا لا يا كلب. عرف انه احنا اللي قتلنا ولد وما ادري مين هو. وي 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 وي. هروب هروب. رجلك. لا هروب. والله بغيت اجيب العيد. كيف حيشيل الجثث دي كلها؟ والله طلع فوق ولا عليه. يا ساتر. بنحرقه 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 يا جماعة. شوف وجهه كيف. تحس انه وجهه تركيب. لا سريع اخرج. قفلي علي قفلي. ولعنا في النار. تدفع عليه. مات. والله ريحته طلعت. شوف دخان اسود. خلاص صار مو مشوي. تبخر. وخرجنا يا جماعة من المستشفى. ايش هذا؟ مطر؟ اوكي انا بشيل معايا الكول. يمكن شيء جوا هنا. يلا يلا ارفع بس خلينا نطلع. يلا بسم الله. وين خرجنا دحين؟ رجعنا ثاني مرة للمدينة.
هنا في شيء. شوف البلاعة هذه ايش فيها. يا ساتر في واحد قاعد يصيد كان. شوف الولد حتى ما جت معايا. خلاص نكمل فيما بعد. بس ابغى اشوف وش الجزئية الثانية. او انه هذه شكلها النهاية. اتوقع الشابتر الاخير. طيب اعتقد كلكم لاحظتوا الجثث هذه اللي قاعده تترمى. حنكمل ان شاء الله باذن واحد احد، لكن في المقطع الجاي للاسف. فيعطيكم العافيه على المتابعه، نشوفكم ان شاء الله بمقاطع قريبه. كان معكم اخوكم حبرام من قناه فيديو جيم فور عرب. مع السلامه.